كما يقول المهنيون معناتها المربون ولا المنتجون تاع البيض يقول لك راجعه للعوامل، من بين العوامل ارتفاع اسعار الماده الاوليه، هذه الامر الثاني. ايضا قضيه تاع تكاليف النقل، وثانيا حتى الفتره هذه عرفت ممكن نقص في العرض، هذا ادى الى ارتفاع الاسعار، لكن ممكن مع استقرار الامور مع زياده في الانتاج، علما ان الجزائريين التقدير تاعنا تقول ان الجزائريين يحتاجون ما يقارب بين 7 ملايير و 8 ملايير حبه بيض في السنه. اذا كان مثلا شجعنا المنتجين على انتاج هذه الكميات، شجعنا ممكن زيد ما نقول يحتاجون، بمعنى يستهلكون يستهلكون لا يستهلكون حوالي 600 مليار، لكن الحاجه تاع السوق تقارب 8 مليار، حوالي 6 مليار يستهلكها الجزائريون من حبه البيض. نعم، لكن الطلب هو على هذيك راهي 2000، لو كان عندنا رانا نجيو مثلا 8 ملايير حبه نتاع بيض في العام، لو كان الاسعار راهي قل.